مشيت لاجونس على اساس باش نقدم اوتيس داكوي باش نخدم. قال لي باش نمشي تخدم في ولايه اخرى اللي هي حمامات، وانا اول مره في حياتي باش نخرج دومين هكايا وبعيد على دارنا. ما راني الا نلقى حكايه اخرى يعني. شنو طلعت؟ طلعت تجاره كيف ما قاعدين نتفرجوا في مسلسل ديجا تونسي نعود لهوي. صحيح الواقع هذاك موجود، يتجروا بالبنات هيا باش تخدم في درا شنو اي موضوع ولا حتى كونترا ولا اللي هو، ويهزك تجاره بالبنات. تجاره بالبنات فسر لي مانا نوع. يهزك على اساس انت عندك كونترا باش تخدم فوندوس، باش تخدم اوتيس داكوي اي حاجه، وبعد تتفك وراقكم باسبوراتكم تلقى روحك ماكش ما تنجمش، ما عندك حتى وثيقه، ما تلقاش شكون يقف معاك، وتحت السقف الخامس. أنا مش قطر بالضبط، حتى في الحمامات موجوده، رانا عندنا موجودين بنسبه 80% باش ما نقولش 100%. فهمت؟ وما هي ما فما حتى طفله باش تجرأ وتجي تحكي تقول لك راني انا تعرضت لكذا وكذا واجونس، والناس الكل تخاف على روحها تحب ولا تكره. انا طبيعه اخرى، انا راني هك معاش من خام ما عنديش يعني. وقتها كيفاش لقفت روحك؟ كيفاش انقذت روحك؟ الحمد لله كيف ما اليوم مشيت للاجونس قبلني خذا اوراقي غدوه قال لي باش تمشي معايا، ما راني ما لقيتش حتى طفله من اللي عدت معايا، وهزني في الكهرباء سكر عليا الكهرباء فك لي تليفوني وهزمو نهارتها ماما هي اللي مواصلتني هي وخالي بالكهرباء، وكي ما تبعوش هما الكهرباء خاطر تليفوني تسكر وانا مانيش موجوده سور بلاس، ولا جونس هذه توا تخدم سو تيتر سو تيتر فرقه دبكه ودرا شنو، فهمت؟ رئيس فرقه نتاع دبكه ودرا شنو، مازلت توا تخدم. وما راني كنا من بعد تهديدات في 18 تهديدات كيف فكتني ماما منهم، يقول لي راني واصل ونجيبك وكاني باش نجيبك نحي برا مشي نحي الالتزام. اي معروف اي معروف معروف بالكدا. نحب نوصي اي طفله يا بنتي ما يهمكش ظروف ماهيش ظروف، ما تلزش روحك باش تمشي لاي اجونس وما تثقش في اي كان باش تمشي يعني باش نخدم لبرا وكونترا ودرا شنو يغروك ودرا شنو. رد بالك ديما طفله اخدم اللي يجي خويا، فوندوز اخدم في قهوه اخدم في بوتيك اللي يجي، ما يعيبك حتى شيء، يعيبك راكي تمشي تفقد برشا حاجات خاصه عرضك وشرفك وجنسيست بيان، فهمت؟ هذاك اش ننصحها؟